قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده تعمل بتعاون وثيق مع روسيا لتوحيد المعارضة السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة. فيما يتعلق بالشأن السوري، نعمل مع روسيا عن قرب لتوحيد المعارضة السورية المعتدلة وتوسيع نطاقها لتستطيع أن تدخل في العملية السياسية في جنيف. كما نؤيد مباحثات أستانا، والبلدين تؤمن بمبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعلى القانون الدولي وعلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.